تحت شعار تسريع وتيرة تجسيد منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، تنطلق غدا بالعاصمة الإثيوبية أديس أبيبا أشغال القمة العادية 36 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بمشاركة ممثل رئيس الجمهورية الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن. وفي إطار الاجتماعات التحضيرية للقمة، شارك اليوم الوزير الأول في أشغال اجتماع لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا. الوزير الأول وفي معرض كلمته باسم السيد رئيس الجمهورية أكد أن الجزائر لن تدخر أي جهد بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية لتمكين الأشقاء الليبيين من تجسيد أولويات هذه المرحلة الهامة، مبرزا أن الحل الدائم للأزمة الليبية لا يمكن أن يتحقق إلا عبر مسار يقوده الليبيون أنفسهم من خلال تغليب لغة الحوار والمصالحة بين كافة مكونات الشعب الليبي. الوزير الأول أكد أن الجزائر التي تدين تواصل التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لهذا البلد الشقيق تجدد دعوتها لضرورة احترام سيادة ليبيا على كامل أراضيها واستقلالية قرارها. إن الجزائر لن تدخر أي جهد في إطار مجموعة دول جوار ليبيا وبالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بغية تمكين الأشقاء في ليبيا من تجسيد أولويات هذه المرحلة الهامة حفاظاً على أمن واستقرار دول الجوار التي تتأثر بالأوضاع في ليبيا الشقيقة بشكل مباشر وأكثر من غيرها من الدول، وأمام ترابط وتكامل أولويات المرحلة الراهنة بطبيعتها، فإننا نشدد على أهمية معالجة التحديات المتعلقة بتوحيد المؤسسات العسكرية والمالية في ليبيا، كما نؤكد في الوقت ذاته على استعدادنا للمساهمة في إنجاح مسار المصالحة الوطنية الليبية بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي بهدف إيجاد أرضية توافقية تعزز الوحدة الوطنية الداخلية وتعيد لليبيا مكانتها الطبيعية على الساحة الإفريقية والدولية.